السلام عليكم. هذه الاولى والسلام عليكم صاحبات اليوم والاكوان. هذا فاش نرجعوا اليوم غادي نددوا اول مزرعه لينا في ماينكرافت. فقبل ما نبداو سيرتوا لايك طابوا فلاشين اكثر لوكلاش من قناه ولد الدراري. بقينا ولد الدراري شوفوا زقا داس لي دوند داك الفيديو اللي فات الدراري. بقينا ولد شوفوا شحال مابون بيت دوت لي كل واحد فرش فيديو دار لايك كل بنا وسط البلاصه. ولد الدراري كيفاش شفتوا فعلا الميتيو اللي ما شاء الله غادي نقادوا مزرعه ناضجه تاعتنا فمشينا للعباد. غادي نقادوا مزرعه فيها الدجاج وفيها هذا البقر وفيها الشباب. هذا متطفل يعني كل الله يرد خلق الله. خرج فيها خرج انا شكيت هذاك ما شكيتهاش. ندري كيفاش تو غادي نقادوا المزرعه تاعتنا فيها الدجاج والبقر والخرفان. ف طبعا تحاولكم كيفاش كرافتو العباد كيفاش نجمعو كيفاش نجازان هذوك العباد البيبان تلقيتها في هذاك الشيء كامل وغادي نبينو لكم في هذا الفيديو هذا. والدراري الشرط تاعي باش نكملو في ماينكرافت هذا الفيديو بغيت توصل 10 لايك. راه الناس كطلب ابو فلك كضرب لك تجي يطلب لك 3000 لايك. شوف اش حصل بديك 20 لايك. حنا الحمد لله كنضرب وجهك 300 حتى 400 فيديو. دابا تخيل كل واحد دابا حنا بنرجعو التفاعل. دابا تخيل كل واحد جا دار جيم صافي بنوصلو التفاعل جانا قديم في البلاصه. الدراري كيف ما شفتو اليوم غادي نقادو هاد المزرعه تكون ناضجه. نحاولو نطورو اماكن ونشاركو معايا داكشي اللي غندير كيفاش نقادها كيفاش نلعبها. سيرفر ديسكورد في ديسكريبشن. سيرفر ديسكورد ديسكريبشن. سيرفر ديسكورد ديسكريبشن. واو طيب عباد الله ديسكورد راه خاوي. هبطو ديسكورد اللي بتكسر معايا ديفول جايز روبلوكس ماينكرافت هذاك الصفر في الديسكريبشن. راك راك بالضبط بحال هكا بحال كذا السكين راك بتجيك سوي في ابوني تاك بالضبط في ديسكورد. المهم الدراري ركوات غادي نشوف دابا الدراري ولكن كيفاش نكرافتو اللعبة. كيف ما عارفين غادي نحتاجو أول حاجة البيبان يعني داك السياج بانك أصاحبي الله يرحمك في والديك ما بالك. غادي نحتاجو السياج تشوفو هنايا فين هو السياج. كواك كواك السياج السياج هاهو غادي نحتاجو السياج هذا هو اللي كتحوطو بالمزرعة. وعندك الباب كنوقع الباب لا وقع السياج هذا الباب وقيل هذا الباب شنو السياج وقيل سبتو. وانت بوريكم كلشي دابا نوريكم كلشي السياج الباب قاعد يدوم جدوم. المهم هاهوما هاهو شتر عندك هذا هو السياج هذا هو اللي كتحوطو وهذا هو الباب. عندك السياج سميتو واك فرينز شنو هذا فرون فانس فينز واك فينز. وعندك هذا واك فينز كيت عندك غادي نقادو به المزرعة وهذا غادي نقادو الباب نجا المزرعة. المهم دابا غنوريكم كيفاش كرافتيو. غادي نجيبو شوية الخشب ضروري غادي ندخلو الكرافتين تاعي بطبيعة الحال وغادي نمشيو لهذا الخشب هذا فين هو واق 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 كتواجد العصية بحال هكا. غنوريكم واحد المثال بالعصية. هاد الأول كان بنوقع الباب نتفكر لكم نتفكر ونحاول نتفكر الدراري الباب غنجيو ليه بحال هكا 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 فليك واك هذا الباب هذا السياج هذا الدراري هو السياج. كنجيب الخشبات في الوسط واربعه نجيو الخشبات لا جوج عصيات في الوسط واربعه ديال الخشبات في الجناب ولا بيت قاعد دوب الباب نجي السياج هاي تجيو بحال هكا هاي تجيو غادي نحتاجو اربعه يعني غادي نحتاجو جوج عاوتاني من هنايا بحال هكا غادي تجي العكس جوج هنا جوج هنا و جوج هنا وكاع عطيك الباب شتي الباب صافي. دابا نوريكم دابا كي جات الباك كامل تا كيجي ستيك ستيك كامل وكاع جيتو يعني هاد الدراري هذا درت هذا صندوق قصير المزرعة. دابا حاليا نحط فيه السياج هاد اللي عندها وهذا وهاد اللعبة. دابا من بعد غنوريكم كيفاش نقادوهم. دابا غادي نحتاجو هاد الشجر فين هو لا حول ولا قوة. دابا الدراري كيفما شتو غادي نحاولو نقادو المزرعة تاعتنا تكون في خيار سامبل بالاول. دابا حنا غادي نقادو المزرعة تاع الحيوانات كنسموها بحال هكا دابا. لا دابا نتفكرو تيزون هنا غادي نديرو باش نعرفو واحد الحاجة نوري لكم من هنايا. دابا الدراري كيما شفتو هنايا هنا غادي نداو مزرعة غادي سباس هاد الشيء هنا غنجيو مزرعة تاع الحيوانات فهمتوني. ولكن المزرعة عندها الخضرة والرورد ذاك الطحين ذاك الشيء غنحاول نسطح هادشي كامل واش نمشي مع السباس نمشي مع نفس الريتم اللي غادي بها الدرجة نمشي بحال هكا هني هاجي وهاجي وهاجي غادي نمشيو فهمتوني هادشي كامل غادي نحيد وغادي نردهم السطح بحال هكا وتما غادي ندير واقيلا شي اسطابل تاع الخيل ونجرو حدا شي مزرعة نجا للقص. وهنا غادي نقادو المزرعة تاعتنا العاجية نجا للكرفان
والدجاج والبقر. وفا يلا الواق الواق إذا الدراري غادي نشوفو نديرو تبرير من دابا هنايا نجي بحال هكا هناك باش عرفو الدراري بلي البارح إذا صورت الفيديو واش وريتكم سميتو وريتكم الدار العباد كانت نزرع وجدة ولكن دابا زيد داك الفيديو قبل هذا فيديو قبل نزرع من تاع البارح فهمتوني صورتو هذاك هو البارح هذا صورتو البارح المهم دابا الفيديو تاع البارح هو تاع اليوم وتاع البارح هو اللي يوصلكم اليوم في فهمتوني دابا انا كنصور في الغدا تاعكم يعني دابا غدا دابا نتوما في اليوم اللي هو انا البارح عندي كتفرجوا في الفيديو اللي صورتو انا والبارحين يعني الفيديو تاع الغدا تاعكم نتوما هو ما فهمتوني ترى بس نقولكم دابا كيفاش دوزت الفيديو اللي فات كان جوج سكينه جاي زينيتسو وهاد المره كان لقيت السكينه دابا حين جيت تلقى السكينه مره تلقى زينيتسو ما تلقى كاشي ما عرف صراحه طلع علاش هاد الكريشي درو مرتا شنو قول لي في الكومونتير كيفاش البلان ديال هاد دابا كيفاش البلان ديال السكينه صراحه طلع بقيت السكين تاع زينيتسو بقى عندي زينيتسو ناض ما كاش بحال دابا الدري غادي نجيو نكملوا العباد نجيونا لا واه عجبك خيبه هاد السياج فيه الفرن اللي تحيد شتي تقي انجيو هنا تبيو قلي صافي عام صافي دابا غادي نديرو الباب يكون بحال غنديرو هنا هكا وهنا بحال هكا والباب غادي يكون هنايا فهاد فهاد المرتاع وهنا غادي نكملو هنا غادي يكون ديال الدجاج غادي يكون سكر حتى شي ديال الدجاج لعيبة تاك راك تاك سير 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 صافي شتي الدراري هاجي خاصة كرم الدجاج ها شيت هاي الطريقة خاصة غير متشاف يعني دابا غادي نقدو نجلاش نجل الكرفان غادي نحاول نجي نجي ليك في مورا الفلوس ناقص سنين حنا غندخل هنايا ونجي بحالك ليفت تاك 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 مزيان دابا الدراري غادي نقادو الباب دابا هذا هو الباب شتو غادي نهزو الباب بحال هكا وغادي نخدمو به هو الاول دابا هكا الراق واو الراق ويني رواق شت الباب هو لو كيتحل كيتسد شتو هو كيتحل كيتسد الباب كيتحل وين الله الا الدودة قسم بالله الا الدودة بالله هاج هذا الباب هو كيتحل كيتسد جاك هذا هو الباب كيتحل كيتسد وهذا كيتحل كيتسد هو هذا الدراري كيفاش مشيتو الظلام وكفنا والزومب والعباد غادي نمشيو نعسو دابا الشتا باقا كاينه مزيانه بعدا جينا في حيد دابا الدراري باش عرف بانه الزرعه ضروري يكونوا جوج طبقات سيني هنايا شتو ضروري يكونوا جوج طبقات الدراري نجال سميتو جوج طبقات نجاو للسياج يكون جوج طبقات هنا بحال هكا عندهم هاد الفرم بحال هكا شتو سناو باش تفهم اكثر بحال هكا شتو والباب تكون وحده حين دابا حنا ما نقدرش تكون حين الشبقه كتكون غاتكون حال ساكن الفوق كنت لي بريف لكم واش كنهضر طنق الهضره مع ما عرفت تنهضر بحال تنهضر بالزربه يعني انا بحال هكا هكا صافي زيد غواق باق راق زيد انا امنا او امنا صافي نولتي دابا نخرجو شتو بلاصة الدجاج واجدة ناضجة نقيقية ناضجة كناضجة دريتي بالوقت اللي غندوي واحد العباية زوينة غنجي وردة كلها قدام كل باب غنجي قدام واحد الوردة باش نعلم حيتاش كيتدخل فيه مع السياج صافي احد بقى كاين الدراري شي كامل شتو ما واجد لعبات كتشبات ستو دابا الدراري كيف مشتو واجا حنا قاد جينا لعبات عاجي حتى شوقنا نزل واحد الوردة ولا جوج باش المهم الدراري باش نعرفو واحد الحاجة بلي فاش كنبيو نجيبو الكرفان كنجيبو هو البقر
والاحسن ضروري كنجيبو نوت تبن فهمتوني، ولكن اللي بتجيب الدجاج كتجيب لهم الحبوب. دابا غنمشيو للدراري الدجاج يجمعوا الحبوب، الحبوب جمع كيتلقاهم في هاد البلايص هادو، هذا قام في العشب كتبقى تضرب تضرب كيطلع لك ها مشت الحبوب زيد. انا زوال سته بحال هكا ولا سبعه نتوما نتشاف. A few moments later هاو ديت باش بنيت الحبوب غادي نمشيو نزل انا زواحد الورده نتا معايا على قبل الباب زيتها دابا الدراري احنا دابا دزنا الحبوب غادي نتوع الدجاجه اللي كانت هنايا نقلبوا على الدجاج نغيا هاي الدراري وصلت الدجاجه شتا غادي نديرها بحال هكا ونزيد اللعب تاع اخو مشات جيبوا الدجاجه اللي موراها هاي شتا دابا الدراري الدجاجه الاخرى هاي الثلاث حاولوا ندخلوها دابا تهز الزربه زيجي 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 كاينه يا دابا الولد الاول هو راه غابت ليك الدرو شوي شوي يا زوا مشي بعدا فوترا 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 هاك خود 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 هاو بيكبر شوي دابا غادي نزيد الدراري التبن غادي نشفرو التبن وغادي نجيبو به البقر والكرفان راهو شتو راهو راهو تاع القراويين ناخدو عليهم الدراري دابا باش تعرفو ان القر المكان مغاديش يجي لكم بهاد التبن هذا العاجي خصكم مع هاد الباك عادا تلي كواك عطيكم هاد اللي ضربتها هاد شتو ومن عاد تجي البقر بوحدو فهمتوني هيا الدراري شتو البقر الاولى هيا شتو مع عشتو هيا شتو مع عشتو لا مع تبعين يلا زيد زيد يلا زيد الحبس يلا تجي الدراري واقيلا غنجيب سنتي هنا هنا لا كبير شوف هنا هنا ولا كبير هنا ولا هنا واقيلا قاعد نقد غندخل كاع هنا حسن نجيب الكبير من نجي لي بحال هكا شد فوالا البقرة التانية الدراري كنضربو ثلاث عصافير بحجر واحد نجيبو جوج الكفار او بقرة مورا غاسلة وضهير يلا زيدو 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 موصل يلا نحاول الكرف الاول ندوزو هنايا دخل سيت وارا كاين شتو دابا شحال نجيرو غادي نحل البوابين ستو دقيا واق زيد دبا نمسيو هذا هنايا الكرف داز المهم غادي نجيرو هذاك وهذا هكا وهذا غادي نتبعو غادي نقول يتبعني زيد زيد تحرك اصاحبي ويني واش كاين معاك لي حل عليه باب ندخل نجيب حل ندخل وير داك داك الدري داك داك انت شتي وين جلد بحال هكا هذا هكا هذا هكا وجاتك ولد وبغيت ناكل وحده ولا 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 ما جاتش تهرب ما عرفتش علاش بحال هكي دخل زيد وين نجلس هذا A few moments later. وين شو درين؟ هذا درس غير بالك بالك وتر وتر وتر. أنا تشون ولد. صافي إحنا قد جت. ولد أنا زوج حد ورد أنا. وقد دوب باب قدام كل واحدة. ورد أنا. ورد أنا. ورد أنا صاف. نبي الباب واجد. كل س كل لعبة كل مرة شن دراري بالزوج شي كعشو كعدو كعشو كل البيض بلا ما تحتاج باكيت مشي تجمعو عندك اشاكور هذاك الدجاج كعشو الكرفان كعشو الصوف كعشو اللحم وهادو البقا كعشو الجلد وكعشو اللحم دراري نتمنى يكون عجبكم الفيديو فيديو ان شاء الله غادي يعجبكم زرع اول شي كيعجب دراري كنتمنى يعجبكم الفيديو اللي عجبكم سيرتو لايك اشتركوا في القناة فعلوا الجرس باش كل حاجة تحط كل فيديو تحط انت الاول تشوفو فبدينا ان شاء الله نحاول نوصل الفيديو 20 لايك باش نرجعو لتفاعل الجيم ماينكرافت عفوا ذا بيست جيم ان ذا وورلد فهمتيني كتنيش كل فيديو صغير صغير في الديسكريبشن هادشي اللي كاين الدراري بالنسبه للدراري كيعجبهم التيشيرت تاع روبلوكس راه عندي واحد جوج تاع التيشيرت وراه عندي جوج ما بقاش عاد تصيفط هنا عندي بقا تقول لي انت عاد الديسكريبشن الا بديت تشريهم ولا بيعجبوكم راه ما تلقاو فلوس هادشي اللي كاين و مياو